تنطلق مباريات كرة القدم في بطولة كأس المحافظة للمؤسسات الحكومية، وذلك بتنظيم من إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة البريمي، حيث تستهدف الموظفين من مختلف المؤسسات كنوع من الترفيه والترويح عن النفس. الحمد لله، اليوم انطلقت بطولة محافظة البريمي كرة القدم للدوائر الحكومية، طبعا بمشاركة 12 فريق اللي هي 12 دائرة حكومية. طبعا من اشتراطات البطولة أن يكون الدائرة المشتركة يكون موظف من نفس الدائرة، وتستمر البطولة لمدة 9 أيام. شهدت البطولة إقبالا كبيرا من المؤسسات المتعاونة، حيث يتنافس 12 فريقا من أجل الفوز والحصول على كأس المحافظة على مدى 9 أيام. تقييمنا نحن كحكام اليوم كأداء اللاعبين في الدوائر الحكومية يعطيهم العافية، مبادرين في الرياضة، واتمنى لهم التوفيق والاستمرار. الروح الرياضية حاضرة وبقوة بين اللاعبين وسط حماس الجمهور القادم من المؤسسات المختلفة تشجيعا لفرقهم المشاركة. الحمد لله رب العالمين، طلعنا صح مغلوبين اليوم، بس شباب أدى، ما جمعنا إلا فترة قصيرة، وأعتقد الأداء كان زين، يعني اللعيبة يعطيهم العافية ما قصروا، إن شاء الله على الآيات بنكون تجمع أفضل عن كذي، ويكون أداءنا إن شاء الله للأحسن يعني إن شاء الله. نشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تنظيم هذه البطولة التي تساهم في تعزيز الرياضة بين الموظفين الحكوميين. تنظيم الأنشطة والبطولات الرياضية بين موظفي المؤسسات الحكومية يعمل على إيجاد مساحات تعاون متبادل وخلق جو من الإلفة بينهم يزيدهم عطاء واجتهادا. من المجمع الرياضي بمحافظة البريمي، عادل بن حمود السعيدي.